كمان سلمى معنا سيدة بتشتغل حرف يدوية. رح نتعرف على الحرفة كمان اللي معنا لليوم مع السيدة سميرة مستو. يسعد صباحك صباحك وأهلا يا وسهلا رب، فيك. صباح كل عام سوريا، وأنت بخير. انتي بألف خير يا رب. أهلا يسعد وسهلا صباحك، فيك. تسلم. خلينا نبلش نتعرف أكثر عن الحرفة اللي بتشتغلي فيها ومن إمتى بلشتي. هاي اسمها حرفة المكرمية، وبلشت فيها من سنة ونص تقريبا. حرفة هي قديمة ورجعنا أحيناها. حلو. هاي موديل انه للرف، رف بيتعلق على نموذج حديث عن الرف التقليدي، عليها انتيكات. وهي هي مثل نموذج تاني. لوحة على الحائط. نعم هاي حلو. كيف طورتي شغلك بما انه حرفة قديمة؟ يعني حرفة قديمة كيف انت عم تحاولي تتماشي مع الزمن؟ هلا دخلي الوان، عم نشوف في الوان مميزة، عم نشوف انك في عندك شيء قديم مطعمتيه بهيك شيء جديد، فشو التقنية اللي عم تستخدميها؟ والله أنا عم بتفرج كتير على اليوتيوب وبتابع الأخبار تاخذي أول افكار. بأول، باخذ أفكار. يعني حتى شغلي كله أنا تعلمته على اليوتيوب. يعني بحلب ما في غير وحدة أو تنتين بيشتغلوا فيها، أنا التانية. يعني ليش شو السبب انه اللي قليلين بيشتغلوا فيها؟ مي معروفة، نحن بالقديم قبل 40 سنة انعرفت إنه بس مكرميات تبع تعليقات الزريعة، مثل بس اللي إنه هلا موجودة، إنه مثل هلا اللي اتطورت موجود. كتير. اتطورت نعم. كتير، مثلا إنه مثل هي سويناها، مثل أي لبرج الحوت، وهي انه مثل تعليق انه بنحط فيها مثلا موبايل او مفتاح، تعاليق حيط. هدول يعني نوعنا فيهم كتير. طيب سميرة، خلينا نحكي اليوم انت كيف عم بتسوقي، يعني عم تشتركي ببازارات، عم تشتركي بمعارض، عندك صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف عم تنشري شغلك؟ اولا عندي صفحتي على الفيسبوك انتيكا بالعربي والانجليزي، وكمان بشترك معارض. يعني آخر معرض اشتركته كان بالعاديات، وحضرتك جيتي وصورتي. وفي عندي مسوقين كمان يعني بشتغل لهم. نعم. يمكن سلمى معرض منتجين اثنين ضم كثير من الاعمال، كنتي مشتركه فيه او فكرتي تشتركي فيه؟ لا، ما اشتر. ما لما اشتركت. شفتي هذا هي المشاركات وانه 107 مشارك، حسيتي انه كنت حلو لو انك عرضتي اعمالك او ممكن تشاركي بهيك كان معارض؟ علي ضغط شغل لهيك ما قدرت أشارك، كنت بتمنى أشارك. نعم. طيب سميرة، قبل ما نختم حديثنا اليوم، قد ايه بتشوفي ضروري كل سيدة إضافة لشغلها يمكن، أو إذا ما عندها شغل يكون في عندها هيك مورد، فكرة صغيرة تشتغل عليها؟ استقلال مادي، ايه طبعا. هلا انه كل وحده تبحث عن هوايتها، انه تنميها عن طريق اليوتيوب. يعني مثل ما انه النت يعني في له سلبيات، في كثير له ايجابيات. يعني انا هذا شغلي كله انا تعلمته من النت، يعني ما انه في حدا عمل الدوره، كله عن النت. حلو. وضروري الاستقلال المادي، يعني انه انا هلا معلمه صف، يعني معلمه بالمدرسه، بتعرفي الراتب ما بكفي، دخل ثاني. فانه صار مورد اضافي. نعم، نتمنى لك التوفيق. شكرا كثير وفعلا لكم. يكون في بعض النساء اللي بيحبوا يتعلموا كمان، بما انكم قلال بتعرفوا بالمكرميات. شكرا لوجودك معنا، بقول لك كل عام وانت بخير، وانت وشكرا بألف لك. خير. شكرا لكم كثير. شكرا لك سميرة، ونتمنى لك اكيد التوفيق.